متابعينا الاعزاء عبر قنوات اس اس سي، طابت اوقاتكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. الاجواء الناريه الحارقه والقويه للكره السعوديه، دوري روشن العالمي بكل ما في الكلمه من معاني، يهديكم اليوم هذه المواجهه المنتظره بين الهلال والطائي لحساب الاسبوع 16 من هذا الموسم 2023. سالم الى مترو، مترو دخل 18 من استلام، ما زالت الكره للهلال، تصويده خالدو كوليبالي، جميله خالدو كوليبالي. تصعبين ايضا سليمان الجريد وكذلك العديد من اللاعبين، وكره عند سالم، الله الله يا سالم، الله يا سالم، انه لاعب اسيا الاول، انه نجم اسيا الاول، يظهر نجم اسيا، دائما ما نعرف نجم سهيل، لكن من بين نجوم الدوري لابد ان يسطع نجم سالم، لابد ان يسطع نجم سالم. شوف اللقطه الماضيه، يا سلام على العرضيه من سلمان باليمنى، التأني وطلب الفار، الحكم الرابع اذا يطلب الحضور. جيرمان تيلفينو يقول ان ربما هنالك طبعا لبسه يد في هذه، التالي سيكون الان، ويقول هنالك ركله جزاء. قدم السربي الكسندر ميتروفيتش، جول ميتروفيتش، جول، والهدف الثاني للهلال. جمالك جمال، دلالك دلال، يا هلالي يا متحدي، الكسندر السربي يمر من الحائل ويسجل الثاني في اجواء، تعدي الكره، لا امكانيه التصويب، جول 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 برتغالية. تأخر القرار، أليكسيس إيريرا يتوجه ويعطي الهدف، لا يتوجه ويعطي الهدف، هدفان لصفر. إذن سلمان المؤشر يعدي الكرة، تصويب، جول جول رائع، جول ممتاز، طارق محمد يغارط ياسين بونو من مسافة بعيدة، من مسافة بعيدة، طارق جول، طارق جول، طارق جول. هذه الصورة، شوف أجمل لقطة وأحلى كورة، هذه هي فرقة رائعة ممتازة، غريبة من ميتروفيتش، الروعة لمعتز البقاوي حارس الطائي، رائع. روبن نيفيس يوزع، غريبة، رائعة، معتز البقاوي أمام سافيتش، ميلينكوفيتش حارس الطائي، حارس الكلف. سالم الدوسري في تمريره قصيره خطيره لمالكم، لكن في صافره، صافره وخطا لمصلحه الهلال في مسافه قريبه من مرمى الطائي، هناك اكثر من لاعب يجيد التسديد من هذه الاماكن، اولهم روبن نيفيس، والمراوغه هنا مالكم وروبن نيفيش، روبن في التسديد لكن تصطدم في حائط السد، وبالتالي تتحول الى خارج ارضيه الملعب الى رش على جهه اليمين في تمريره الى ميشيل دلقادو، ميشيل ميشيل في عرضيه، لكن ابعاد من هيريرا الى خارج ارضيه الملعب الى ركله ركنيه، وان كان الهلال متقدم لكن نتيجه مقلقه بصراحه. هنا العرضيه راسيه، ابعاد حتى الان دفاعات هذه المرة، ألفا سيميدو هو من يبعد الخطورة على مرمى الطائي في وميتروفيتش كذلك في مرتين حتى الآن، العرضية خطيرة لكن إبعاد في اللحظات الأخيرة من جانب سعود عبد الحميد، أنقذ مرمى الهلال من خطورة
محققة لمصلحة الطائي. هنا الإعادة، هنا الفرصة الأخيرة، أول الفرص للطائي أمام مرمى الهلال، لكن أبعدت من أمام. كرة على جهة اليمين، محاولة صافرة، يبدو بأن ربما نيفيش سيكون مكان محمد كنو في الدقائق القادمة. هنا البطاقة الصفراء على أندري كورديا. ثلاث نقاط مهمة، أصبحت الأمور الآن حساسة بالنسبة للهلال. هنا هذه المرة كورتيا يتحصى على خطأ مع البريك. عرضية رأسية مبعدة، بلا شك بأن لقاء